أنا آسف. طلبت وجبتين. ما اشتهي اكل. خلود علشان في امور منزوم نتكلم فيها بالاول. ما عليه. انت عشى وتالي انا تحت امرك. يلا ما ابي علشاني. الحمد لله. عليك بالعافية. يعافيك. خلهم. بعدين انا اوديهم، اقعد نسولف شوي. خلود الله يخليك. خلي كل الكلام باكر. صار. الابتر منار. شفيك شفيك ما تصرخين، احنا بالمستشفى. ابى اطلع. شلون بتطلعين؟ ضغطك مرتفع، سكريك مشلل، ريلك مرضوضه، علامه يمه. كيفي ما هي طلابه، بطلع ولا ازحف؟ ازحف واطلع ولا قولي لي طلعني بالطيب. انزين خلينا نشوف الدكتور. ما ابي طبيب. يمه ما راح يرخصك. يرخصني غصب عليك وعليه، على مسؤوليتي. يلا غلفي. ان شاء الله زين زين. سمي قفضك. طلعتها فيها خطورة عليها، لأن كان عندها جلطة عابرة. جلطة؟ بس مرت، ولكن ممكن ترجع. زين شو أسوي يا دكتور؟ هي معية تقعد. إذا بتطلع على مسؤوليتها. أكيد على مسؤوليتها. خلاص أسوي لها الخروج وتوقع. بصمي؟ لا أنا وقع بصمي، ما فهم؟ وين هو ما وقع؟ هنا وهنا. يلا يلا مشينا مشينا. صبر صبر، وين رايحة؟ خليني أجيب لك القاري. وين ثيران؟ شنو مع مين؟ تحت. ناديهم سمي قفضهم إن شاء الله. يمه لا تصرخين، فضحتينا. مستشفى مستشفى. ما كذبت، ثيران مع مين؟ يلا 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 يلا. أبوك لا أبوه فوقك. ساعة Thank you.
دريت عن اختك؟ ايه دريت. هذه الحرات وما تسويها. اي حرات؟ طايحه بدارها. طايحه بدارها لان جاتها جلطه خفيفه، والجلطه ما جاتها عقب ما انا زفيتها وحكيتها حتى تنازل. صج؟ صج؟ مو انت قالت لي روح حكي اخواني خلي يتنازلون؟ رحت انا حكيته وطاحت المسكينه مني، كان الحين ما عندها شخت. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. زين من رخصتك تبين شيء؟ واللي سلمك يا ابراهيم اذا بتروح لها خلها اروح معاك. لا انا بروح حق واحد من ربع معزوم. مع السلامه. الله يسلمك. سمعي عاد لا تبي لها طاري رحتي لها؟ ترى جبتي لها طاري وراحت فيها. لا 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 بعد ما فيك حل جاي. زين. واللي هم أمك طلبوا أكل يلا. أطلب لك أكل؟ إيه طلبي لي أكل. بسم الله تو ما نور المكان. الله اكبر. يلا يلا. بتقضي بعدين. بسم الله عليك. لا تكودوني تكوتوا بنار جهنم قولوا امين. بتقضي بعدين شنو جوك انت؟ اي اي اي. شوف بسم الله. يلا يمي يمي يسار 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 يلا يمي. تيه. فوق فوق يلا يلا وسبح يلا 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 بسم الله. قاعد تغشمر. هيناهم يما الله يهديك. يا الله يلا. لعلهم ما يربحوك ولي امين. يلا يلا يلا. ويشفوا عليها. تو تو ما نور البلاط. يلا افتح الباب. عطني المفتاح. بارك انت قاعد تاخذ شيء غير المشروب؟ انا لا ليش؟ ترى فرهود عنده كل شيء بس حط بالك يعطيك شيء تتعود عليه وبعدها تصير خاتم بيده. لا صدقت انا بس اللي تشربه. عموما انا كلمت واحد ساكن بفحيل وكلها كم يوم وراح نطلع من هني بس بالليل راح نطلع من غير ما يدري. وهذا اللي بفحيل يشتغل نفس الشغله؟ لا عنده بسطه بس ممكن احنا نشتغل عنده. عاد ابوي كله يحوس بسوق الجمعة. وانا ريل امي 24 ساعة هناك. بس اذا شفناهم احنا
تكبينا. لا يبا لا لا ما نبي، اذا في شيء ثاني اوكي. احنا المهم نطلع من هني ويصير خير. نسكن عنده؟ هو مأجر عمارة صغيرة ومأجرها كلها، وعنده غرف حق العزوبية، راح ناخذ احنا غرفة. متى؟ اصبر هالاسبوع لما يصير عندنا مبلغ زين تالي نقدر نطلع. الحين تعال عندنا موعد العصر. يلا يعني شلون يعني ما اقدر يعني اطلع وياك بروحنا؟ نبي نروح مدينه الملاهي. مدينه الملاهي؟ ايه مدينه الملاهي نبي نتعلق فوق يعني نسولف بروحنا. لا مستحيل، اصلا احنا اليوم طلعنا بالقوه. زين شو الحلو يا امك هذه عيونها علينا كأنها بولي الصايره. ابراهيم مسامحة، قصدي مراقب. يلا سليمة تأخرنا. تو الناس يعني. لا الله يخليك ملزوم نمشي. زين. متى أشوفكم؟ ما ظنيت تشوفنا مرة ثانية، أخوها يخوف، أنا أمه أخاف منه. زين تليفون؟ ما عندنا غير تليفون واحد. ويا ويلها ان خذت التلفون الدار. سجان هذا مو اخو. انا لو عندي فلوس كان شريت لها موبايل وخشيته. بكم قيمه الموبايل؟ اقول سليمه يما هذا التلفون اللي ما يطلع صوت كم سعره؟ ها 150. لا حرام غالي يما، خلها للصدف. لا لا ليش حق الصدف؟ خلاص واحنا الحين طالعين امر انا البنك اسحب فلوس واشتري لها موبايل، الغالي يرخص حق الغالي. يلا يما نمشي. يلا يما يلا. But to me, the call of the skillet always beckons. Skillet, I'm getting you a potion. Why can't I go with you? Custer only seats two. Thank God. I'll just wait here then. Your safety. Why? Why you ماني قادرة. وين؟ ماني قادرة ماني قادرة. لا سكتي. حدي حدي انت. خلو سبع ولا ضبع. يبا سبع وصدناه. حده. اسبوع ويبوس الاقدام. حبيبتي كذي احنا سيطرنا على العائله. حلو يعني كلهم بالمخبح. صدق يعني شنو طاح بالشداخ. يبا خير يبا. ابي فلوس. ايش تبي فلوس؟ ليش جوعان؟ لا يبا ابي تلفوني. بكم؟ 5 دنانير. الله الله 5 دنانير حق الهثرة. اقلب بيك او اقلب بيك. يبا لا خذ بروك يدق علي. عين حريمتك ما دامك تنطر بروك حريمتك او اذف اذف. يلا وخر على الوي. ايش فيك؟ طلبت فلوس من ابوي بس ابوي ما عطاني. ايش تبي بالفلوس؟ ايش فيك يما؟ ما عبي تلفوني، يمكن باروك يدق علي، لا باروك يخاف يدق على البيت. الله يهداه ويرجع سهل. عاد حطي بالك شخيتي من الاكل. لا دحن لا مالح. لا يا خيتي هذا مو من الاكل، هذا من الحرات. والله يا خيتي ماكو شيء يستاهل تحترق عليه. شلون ماكو؟ شلون ماكو يا ابراهيم؟ احنا من بقى من اهلنا؟ ما بقينا الا احنا هالشماوي وانت فارق بعد؟ لا ان شاء الله ما انت فارق. لا بنت فارق.
اذا دخل بيننا ولد ابليس بنتفارق. يا هذا صديقتي الله يسلمك، هذا ابليس دخل بيننا وقلبنا الصور علينا. لا حول ولا قوة الا بالله. ولا يسلمك يا اخيتي، لا تخلينا نحرم منك، ما له غيرك. وليش تنحرمين؟ اذا وقفتي وياه الغريب ضدنا بتنحرمين مني ونحرم منك. ها ايش قلت يا اخيتي؟ ما كل الخير ان شاء الله. من داك عليك الحين؟ ما ادري اخيتي، قريب ما اعرفه. خير ان شاء الله. الو متبوسم؟ حاول ايش في صاير؟ كنا عتوي؟ لا عتوي فرحان بعد. هلا هلا والله، هلا بعمري، هلا بالقمر، هلا بروحي. انا حاجيك من تليفوني جديد، حتى رقمي جديد. اسمعي عاد، انا ما بها الرقم ما حد يعرفه غيري انا، ترى ازعل. وانا عندي غيرك. زين يلا متى عاد ان شاء الله يعني بروح مدينه ملاهي؟ لا في هذه صعبه، انا ما اقدر اطلع بروحي مره ثانيه. انت ما سمعت صراخ فاضل؟ حتى يوم رجعنا البيت امي كسرت خاطري وعليا. شلون يعني؟ يعني يعني خلاص يعني ما اشوفك يعني؟ اذا طلعت السوق ممكن تشوفني، بس ها من بعيد. وما سولف معاك يعني؟ لا مو قبول. بعد شو اسوي؟ انا مو قادره اسوي شيء. حتى ولد عمي صار له فتره رايح راد علينا، صك علينا صكه. بعدك ملت؟ لا يبا خلاص، انا 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 سمعي حبيبتي، انا انا حاجي امك حتى ازوركم البيت واكلم اخوانك. خلاص اللي تشوفه. باي. دخل الشداخ صدق. زين ياي ياي، لا تكسرون الباب. ياي منو؟ هلا خالي. هلا خالي. هلا خالي. بعدين امك هني؟ ها شنو ابراهيم؟ ادخل خالي، شو وقفك عند الباب الله يهداك. عيسى ابك عد بالسياره انطر امك. تعال قاعد قاعد قاعد، لا تروح، ما تروح السياره. مو هذه حروته؟ هاو ابراهيم ايش فيك ما تدخل؟ ايش عندك ماك في التساسرون؟ ايش عليك قاعد انت خدنون؟ شفت؟ شوف فكك الحين، ادخل ادخل، خابرك خال قوي رجل. يلا جدتك؟ هي؟ ما تدخل؟ امرنا لله. حياك اخوي حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. خالي تامر شيء ولا اروح انام؟ انسى برنامج عليك طوفك، يمكن نبي شيء. اقول اختي شلون ريلك؟ على الله الحمد لله. سويت ويا نصور. نصور ما ادري والله ما دق علي. زين ايش عندك ياي؟ ها؟ ياي ازورك؟ لا حاشا انت زايرني. ها مو ضي؟ اي لو زايرني كان دخلت سيده. مو واقف التساسر والتخادر مع هالمتش. يا جماعه بروح انام، تبون شيء؟ لا تبي شيء اخوي؟ لا مشكور الله يسلمك. من رخصتكم كاني خامد هني بجناحي الفاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا 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 والله، هلا ابو اخوي. يا مرحبا. هلا هلا ابراهيم بنت اختي. هلا هلا هلا. يا مرحبا. شلونك؟ عشته من متى هالمحبه؟ اول امس تعيب عليه. انا عيب على ريل بنت اختي؟ ايش دعوه موضي؟ هذا صار الحين منا وفينا من اهلنا. لا ان شاء الله قطع. مو لازم، مو لازم يصير من اهلنا، بس وكيلنا. مسامحه اختي من 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 رخصتك. زين
انا لك عمتي. زين اقول دقوا علي من داركم احسن. ها زين بيت ابوك ما راح نقدر نتكلم. خلاص عاد مره واحده بس سوي شيء انا ابيه. خلاص انا عازمتك اوكي؟ يلا صار. سي باي. اشرب. مو اول نتكلم؟ ما فيها شيء. نشرب ونسولف. على امرك. سليمان. انت رجع راتبك صافي. ما في اي خصومات. سيارتك تسددت. بصراحة بيتكم أصبح لا يطاق وأنا عندي حل. أنت تدري أن أبوك هم الوحيد بالدنيا هو الفلوس. أوكي إحنا نطلع بشقة بروحنا وكل شهر ندفع له 50 دينار من راتبك. ما راح يتأثر بما أن رد كل شيء صافي. ماكو خصومات، سدد سيارتك وقرض أبوك اللي خذيته له، يعني خلى مع خصم البنك كله 100 دينار، ما هي مشكلة. يعني شنو 100؟ يعني 50 لابوك و50 مرات قرض الزواج، يعني بيبقى من راتبك 600 دينار. مع راتبي الحمد لله خير ونعم، نقدر نأجر شقة ونأسسها على كيفنا. ولا الحالة اللي احنا فيها يا سليمان، انا تعبت كل يوم خناق وضيقة بال. بس بعدين ما عندنا غير هالغرفة. انت من حقك كزوج انك تشوفني ادش المطبخ اسوي لك لقمة، ومن حقنا نقعد بروحنا نسهر بالصالة، يكون لنا بيت بروحنا نتصرف فيه بحرية. يعني بس كل شيء على هالفراش، أكل ونوم وشرب كله على هالفراش. سليمان، أنا بعد من حقي يكون لي بيت بروحي. البيت مملكة الزوجة. قلت انا راتبي ما يصفى منه غير 200 دينار. خلود انا اسف كذبت عليك. ايش اسوي خلود؟ انا ما بيخسرك. كذبت علي بشنو؟ اولا غرض الزواج ما خذيت منه ولا دينار. وين راح؟ خذ ابوي. خلود قال بيبني لنا يعني غرفة وصالة وغرفة زيادة حق الياهل وحمام خاص فينا. بعدين؟ ويوم نشدته قال لنا صرفهم. ليش انه محتاج؟ يعني ما سددت القرض ولا سيارتك. خلود انا اسف. انا اسف ان قلت لك ان قرض البنك اللي خذيته لابوي 2000 دينار وانه ما بقى منه شيء. والصدق كم؟ 10000 دينار. ومع الفوايد 13000. هذا من سنتين. وليه الحين بس؟ الحين الفوايد بس اللي تنخصم. وسيارتي باقي لها 3 مع الفوايد. وراتبي ما يصفى منه الا 200. ابوي ياخذ 50. بس خلود هو قال بيبني لنا. خلاص
أنا اللي عازمتك وتقدر تدفع. هذا منين طلع لكم الحين؟ ما تقولون انتم ما تحكوا معاه؟ اي اي كلامك عدل، احنا ما نحاكيه. بس بصراحة الريال يحبها يموت فيها، وخطبها من الوالدة كم مرة، بس الوالدة رفضت. زين خل ترفض الحين. ما نقدر يبا، ما نقدر. بقوانيننا ولد العم أولى من الغريب. الريال يقدر يوقف الزواج، لا ويذبحها بعد. شلون؟ يا هي شلون؟ عبالك فوضى. ولد عمها ويحبها اكيد يذبحها. من نور ما تحكين انت. خلي شو اقول الله يهداك. زين شو الحل الحين؟ يبا ابو خود دفعوا لك الفلس. عبالك ما حاولنا. حاولنا بس الريال يموت عليها. خالي انت شنو جوك؟ انا احبها اكثر. يا جماعه ضبط الخال. حاضر. بس تدرون شو؟ خلوني الليلة أروح أقعد مع أخوي والوالدة وأشوف أمري الله، أشوف شو أقدر أسوي. أوه أنا شو رقدي الليلة؟ أنا أطر تليفونك الليلة. حاضر إن شاء الله. يا جماعة نبي صويخات شيء ناكل يواعي. لا أنا 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 أنا, أنا ما أقدر آكل، أنا حتى الماي ما أقدر أشربه. قول إن شاء الله خير خالي. عيسى هلا. هي من رخصتكم. الله معك. يا كامل درب سلامة خالي. ايش دعوة يبا كسرتوا بخاطر الريال؟ عويس قوم اطلب لنا عشاء. تعال الريال هني يا رفيق. انا قلت قوم اطلب عشاء. صرفيني اشكره اني افهم الحركات هذه. انا قوم يلا حط بالك على امي. تعال انت الحين، من وين طلع لكم ولد عم بالله؟ بالله اكو احد ما عنده ولد عم؟ اي انا. من صدق يا حاجيك، من وين طلع هذا؟ احنا قص عليك. يبا عندي ولد عام، بس بصراحه مختلفين معاهم شوي. من متى وانا اعرف امك؟ من ايام ما كانت تشتغل فراشه بالمدرسه اللي اشتغل فيها. عمرها ما يبى طاري اهلك. خلاص بوديك البيت عندهم علشان تاكدين. بعد ايش تبين؟ قطع، لا ما ابي اشوفهم. المهم حلوها، ما ابي خالي تم مولع كذي. حاضر على امرك. زين حاجيك، اذا بيدفع شيء لا تنسى نصيبي عاد. وانا اقدر اخش عنك شيء يا الغاليه. عويس بس هذه القضيه يبيلها وقت وهو مستعجل. ممكن ناخذ مطعم جاهز مو الا تاسيس، وايد مطاعم للبيع. انا ما ابي اي مكان، انا ابي اهم مطعم وارقى مطعم للبيع. بس اكيد لازم يسوي لها وكاله عامه بيع وشراء، ولها الحق بإسقاط القروض والديون وما شابه ذلك، وما راح يصدق إنها تحبه ونضحي علشانه إلا إذا كتبت ورقة إنها مطلوبة 50,000 دينار. ما كنا وايد. بالعكس كذي بيأمن فيك أكثر. يعني شلون تكتبين على نفسك 50,000 دينار إلا إذا كنتي تحبينه؟ وبعدين لا تحاتي، ما راح يطلع من هني إلا الورقة اللي عليها توقيعك مسحوبة ومحطوطة ورقة من غير توقيع، والوكالة معاك. راح يفهم عاد؟ عفا عليك، أنا بقعد وياه وأشرح لك كل شيء. متى؟ باكر، خليه على نار الليلة. أنت لو متى معك؟ متى نص الريال؟ كل يوم شايله خشبه وشايله. يبا البنيه ما تلام. كم؟ يعني شنو ما تلام؟ ما احنا شو مقصرين عليها؟ هي تبي بيت بروحها. كم؟ اكل تبن معاها. حلو؟ ولدنا العود يطلع من البيت ويهدنا. انا مريض وامك مريضه. انت ما تخاف من امك. يبا من قال لك ان انا راضي؟ اي ليش ساكت عني؟ يبا الله يهداك، انت لو تبني الملحق اللي قلت لي عنه حتى انت توسع. عافيه يبا. وترد العوبه؟ اكيد بترد. اول انشدها قبل لا خسر.
واذا قالت لا علقها او اطلبها لا تطلعها. لا يبا ان شاء الله بترد. نشوف. مبارك قوم ابيك الموضوع. اقعد يبا الجو حلو اقعد. يا مبارك ابيك الموضوع قوم. نعم. أبوي رضى يسوي الملحق. صدق؟ فرحتني. أنا قلت لك حبيبي إذا راتبك ما رد كله كامل وشقة بروحنا عمرك ما راح تشوف رقعة وجهي. ترى مو من صالحك. نعم؟ إيش قلت عفوا؟ أبوي ملزم أنا ما رديتي أعلقك ولا أطلبك بيت الطاعة. ما أنت ريال إذا ما تسويها وبشوف أنا ولا أبوك. وبعدين أمي الحين نايمة وتعبانة ما حب أغثها بالليل. يا ولد أبوك. مبارك ممكن أعرف ليش ما تبي تجي معاي؟ إيش عاجبك بهالقعدة؟ وأنا مرتاح كذي. مبارك كان اتفقنا ذيك الأيام إننا نخش هني ونجمع لنا كم دينار والحين خلاص نقدر نطلع. اطلع انت شعليك مني. شلون شعلي منك؟ احنا جينا مع بعض وبنطلع مع بعض. انا مالي طالع، روح انت انا مرتاح كذي. مع الاسف انت مو مرتاح، انت ادمنت. يبا روح مالك شغل فيني روح. تدري شلون؟ شكله ماكو فايده، بالعنه. انا ماشي. فيهم ذلك كلهم سكروا تليفون عطر. من نور شو نسيت؟ الجهاز مغلق أو خارج. حتى هذه تليفونها مسكوك. أخاف أتصل بتليفون البيت تطلع لهم الساعة موضي. شين أومني عن الليلة؟ ألو. صباح الخير والإحساس والطيبة. صباح اللي ما يليق إلا فيك.
ليش ما رحتي دوامك اليوم؟ مالي خلق. وين رايحه الحين؟ بطلع ضايق خلقي بطلع. سمعي خلود، انا ما بي مشاكل مع ريلك وابوه ولا تبين تفقدين احد من اخوانك والسبة انا ادري يمه هالموال هذا خلاص انا حفظته. بس اسمحي لي عاد، اخو مثل هذا فقدانه وايد ابرك واحسن. خلود قضبي لسانك وقضبي ارضك ابرك لك. انا اسفه يمه، انا ماني ياهل حتى اخذ اذن عشان اطلع، ولساني ما راح يقضب عن انسان مثل هذا. وحتى ترتاحين انا رايحه بيت خالي ناصر، هالإنسان الطيب اللي ضحكوا عليه إخوانك. من رخصتك يما. بس طال عمرك يعني أنا ما فهمت الكلام اللي قلتوه. يا حاضر رفع عليك أفهمك بعد خالد مرة ما يصير ما فهمك. إحنا نبي نثبت حق ولد عمنا إنك طالب سليمة 50,000 دينار بس. ليش؟ يايك بالحجي أفو عليك، يايك بالحجي. تفضل. شوف أبوي، هي بتكتب ورقة على روحها إنك تطالبها 50,000 دينار، عرفت شلون؟ وأنت عاد بتسوي لها وكالة لكونك ما تعرف بشغلات المطعم وإنها هي تبي تراكض لك وأنت لك الصافي، بس علشان نثبت حق ولد عمنا إنها هي شريكة معاك، عرفت شو أقول لك؟ زين أبوي، عاد إحنا نقوم شو نسوي؟ نسوي عقد شراكة. انت 50% وهي 50%. عدك الساعة ذايا وقال انا ولد عمكم انا اولى فيها وابيها، بنقول له خلاص ابوي روح ادفع حق الريال 50,000 دينار وش دار حصتها؟ ما عندنا مشكلة. حلو، بعد له ما يقدر، اكيد ما يقدر. اكيد من الا هذا حافي منتف، بس احنا بنقول له يبا انت ولد عمنا احنا شارينك، بس الريال يبي حقه، نظم الناس معنا ما يصير. زين هذا كله يبي له وقت. لا 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 يبي له وقت ولا شيء، انا شقه موجود، انا موجود عشان اضبطك ابو عليك. انا الاقي لك مطعم مع رخصته للبيع، وانت بعد ريال متقاعد ما يحتاج تروح تحول الرخصه باسمك. لا وزيدك من شعر بيت، المطعم معروف يعني معاملته بالتجاره والشؤون سهالات. ما شاء الله عليها لانها حابه الشغله فاهمتها عدل. لا وتتكلم انجليزي بعد. يعني شلون ها؟ ترى هي ما تبي منك شيء، تبي الوكالة بس عشان تحرك بسهالة. يا تحت أمرها أنا، فديت قلبك والله. وكالة عامة؟ لا ليش؟ شلون ليش؟ فاضل سمعوا تسألني تقولي ليش؟ الحين أنت اللي مأمنتني وكاتبة ورقة على نفسك إن أنا طالبك 50,000، ما تبيني أنا أمنك؟